الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرني في هذا اليوم 12 من شهر ذي الحجة أن أكون مع زملائي في رحاب الحرم الشريف لوداع حجاج بيت الله الحرام والإشراف المباشر على النفرة وطواف الوداع. وقد سرني ولله الحمد والمنة ما رأيت من جهود مباركة وأعمال عظيمة يقوم بها جميع الزملاء في الرئاسة العامة، فلهم منا الشكر والتقدير. أنتم شركاء النجاح المصاحب بحيث نصحف كل حال ان شاء الله اللي يدور عليهم هذه نقله من تحدي هذا العام ان شاء الله تبين جوده غير تقنيه ضروري باذن الله في كل مجال الشاشات تجري هنا في ساحات الحرم المكي الشريف وايضا في اروقه الحرم المكي الشريف. الان يعلن معالي الرئيس ويتابع هذه الاعمال بشكل مباشر. شكرا لكم ولله الحمد والمنه وجميع منسوبينا ومنسوباتنا في خدمه حجاج بيت الله الحرام. شكرا للجميع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.